هل هي ثورة فكرية؟ في تقديري هي ثورة فكرية، ما هيش ثورة اقتصادية كبيرة ولا ثورة سياسية كبيرة، هي مظاهرات واحتجاجات لها أسباب منطقية ولها أسباب بدعم قوى أخرى داخلية وخارجية زي أي أحداث داخلية في أي بلد في العالم، إنما الأهم إنها ثورة ثقافية أو ثورة فكرية. الشعب الإيراني عنده تاريخ عريق وعنده حضارة كبيرة من آلاف السنين، والشعب الإيراني شايف إن الوضع اللي بقى فيه ده لا يناسب الدولة الإيرانية، بقى شعب منبوذ ممنوع من دخول أمريكا، مكروه في بعض الدول العربية والإسلامية نتيجة السياسات الخارجية الإيرانية، رغم إن الشعب الإيراني من أروع الشعوب في العالم الإسلامي، وإن مفيش حد إطلاقا يقدر ياخد موقف من هذا الشعب الإيراني الشقيق، إنما الغضب على سياسات النظام الإيراني. فالشعب بدأ يشعر إن النظام بقى عبء على الشعب وبقى خطر على الشعب، ودلوقتي بقى ممنوعين من دخول أمريكا وأكتر من دولة عربية غاضبة على كل ما هو إيراني نتيجة السياسة الخارجية الإيرانية. الثورة الفكرية مرت بمرحلة أولى 2009 عفوا 2009، المرحلة الأولى هي مظاهرات الحركة الخضراء في إيران. المظاهرات ديت اللي حصلت 2009 تم قمعها، إنما هذه المظاهرات كانت جزء أولي من الثورة الفكرية، لأنه في خيارين، أحمدي نجاد والمحافظين والطرف الثاني الإصلاحيين اللي على رأسهم تاريخيا خاتمي ثم موسوي. يا إما أنت مع المحافظين يا إما مع الإصلاحيين، لكن أنت من جوه النظام مفيش حاجة من بره النظام، تختار الطرف ده أو تختار الطرف ده. 2009 تم الاختيار، وناس كتيرة جدا خرجت تؤيد الإصلاحيين في مواجهة المحافظين، وبعد كده فشل وتم قمعهم. 28 ديسمبر 2017 وما جرى لاحقا في 2018 ان الشعب خاض الجزء الثاني من الثورة الفكرية، اللي هو بقى ولا إصلاحيين ولا محافظين، ولا عايزين دول ولا عايزين دول، عايزين إسقاط النظام بكامله. البعض بيقول إسقاط النظام وإقامة جمهورية مدنية، البعض بيقول إسقاط النظام والعودة إلى الملكية وتولي ابن الشاه، البعض بيقول إسقاط النظام بعدين نفكر إيه اللي ممكن يحصل بعد كده. إنما الموضوع ده مش بس غضب اجتماعي، إنما غضب فكري على دولة عندها حضارة وعندها ثقافة وعندها تاريخ بقت بهذا الوضع اللي منبوذة فيه من دول كتيرة من العالم، والنظام بقى عبء كبير على الشعب. إذن هي ثورة فكرية بدأت بقوة 2009 تتواصل بقوة أيضا 2018، حتى لو تم قمع المظاهرات سياسيا، حتى لو تم إرضاء المتظاهرين اقتصاديا، من الصعب إنك ترمم التشققات الفكرية التي وقعت في النسيج الفكري الإيراني.